شغل يا ريس. انا بكلمه هو. اتفضل يا ريس. بكلمه هو. دي بقى اللي بتعرف لو انا استفدت كنت بتكلم. قلت لها ما بتعرفش كده انا مش كده انا عاملها من واحد مش عارف. نشوف في كيس ابو سعيد ولا لا. انت كنت في المطبوعه دي؟ ها؟ والله العظيم ما اعرفهمش. انا دول ما عرفتهمش غير في اسم المدرسه. ما عرفتهمش غير في اسم المدرسه. حتى المجموعه كلها ما اعرفهاش، مفيش غير اثنين بس اللي هم كانوا معايا في حاجز ثلاثه في اسم المطريه، هم دول اللي اعرفهم شكلا واسما.